بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الأشخاص في إنترنت في ماليزيا الآن بدأ يعني يتكلم عن موضوع صلاة رئيس الوزراء وصلاة يعني الجمعة بالأمس أمام الإمام يعني من مكة الإمام الوهابي، قالوا لا يصح. فهل يمكن الشيخ يبين هذا الوضع؟ ليس هناك شيء اسمه وهاب، اسمه وهاب، هذا لا نعرفه ولا يعرف الإسلام فيه. نحن عندنا القرآن والسنة، وعندنا الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، هؤلاء هم علماء الإسلام. الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بشيء جديد، إنما أتى بما أتى بما كان عند الأئمة السابقين من الكتاب والسنة، من القرآن والسنة. فليس هناك شيء اسمه وهابي، هذا خطأ وأمر لا يوجد أصلا. لذلك صلاة رئيس الوزراء ورأي أنا هو من السنة، وأنا من أهل السنة، وكلنا سواء الحمد لله. الحمد لله. بطريق واحد. طريق واحد. يمكن الشيخ عندك تعليقات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. فالأصل أن أمة الإسلام أمة واحدة، نبيها واحد ودينها واحد، وجميع أهل السنة والجماعة يتبعون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدرون ويقتدون بهم، والتابعين ومن تبعهم. فالمصدر والمرجع إلى هؤلاء. وأما كل الأسماء التي حدثت بعد ذلك فهي من أسماء يصدق عليها ما نهى الله عز وجل عنه، ولا تنابزوا بالألقاب. وقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فهذه الأمور إنما هي تفرح الشيطان الذي يئس أن يعبده المصلون، ولكن لم ييأس من التحريش بينهم. بل الذي ينبغي أن تترك هذه الأمور، وإن كان ثم خلافات فالمؤمنون بينهم من المشتركات ما يمكن أن يجتمعوا به ويتآلفوا ويقضوا على هذا الخلاف، ولا يعطوا خلافات فرعية أكبر من حجمها حتى تتسبب في تفتيت الأمة وتشتيت جهودها. وهم أحوج ما يكون لأن يتحدوا في هذا العالم ضد خصومهم وأعدائهم الذين يريدون لهم شرا.